يا هلا والله مرحبا، عدنا في تحدي جديد. فكره المقطع انتم تخمنون فوتوشوب ولا حقيقه، وانتم بعد تخمنوا معهم يعني العبوا معنا، وبس اكثر واحد جمع نقاط هو الفائز. ما فيها تحدي، ما فيها عقوبه، فيها جوائز. جوائز لا لا، طب انا ما اعرف الفكره. هذه الفكره حقيقه ولا فوتوشوب؟ طيب مستعدين يا عيال؟ بس لا لا لا، في شغله. اللايك والاشتراك شباب، لاحظوا في شغله ثانيه. وش السبسكرايب؟ الله، في شغله ثالثه. شغله ثالثه، تفعيل الجرس يا عمري. انت شوف، انا انشر طعم الاخ. معليش، شغله ضبط ضيفوني سناب. هذا ولا اي زفت يعني. طيب انتم فهمتوا صح؟ بوريكم صوره الحين يا عيال، وقولوا لي بس فوتوشوب ولا تقدر نكتب يعني ما نتكلم. اي لا عادي، تكلموا. تبغى تلعب على اللي جنبك العب عليهم. بس المشكله جنبي واحد لحو يا عيال. الصوره هذه هل هذه حقيقيه ولا معدله فوتوشوب؟ مره واضح انها حقيقيه، مره واضح انها حقيقيه. اكتب فوتوشوب الحيوان. شوف اصلا كم قاعد يكتب حرف 10 حروف. لا حقيقه يا عيال. توقعون؟ انا حقيقه، انا اتوقع ان العش حقيقي. لا كله حقيقه. شوف تفاصيل. انا اتوقع انه حقيقه. كذاب. انتم بعد اكتبوا ايش رايكم؟ ايش تتوقعون فيها شيء شاطح؟ عاد انا بكيفي بحط فوتوشوب. حقيقه. يلا كلكم كتبتوا؟ نعم. مين قال حقيقه؟ انا. بس باقي فوتوشوب؟ فوتوشوب. معدل وش؟ اي الرجل صدق واضح لانه ايه الرجل. اي وش اعطيه الرجل بطه يعني. اي الرجل ما تشوف الرجل يا ماله ماله. طيب. يا انا ما دققت على هذا. والله حطيت ايش؟ فوتوشوب. انا والله فوتوشوب. بس مساحه حطوا بس خط اللي جاب نقطه. انت اقعد زي ما انت. اقعد. طيب اللي بعدها، هذه الصوره في ملعب ظهر بيسبول. ما اتوقع يعني شوفوا واضحه ولا حقيقي الف بعد. شوف قاعد يكتب ساعه حقيقه. خلاص كلنا فوتوشوب. كلنا فوتوشوب. فوتوشوب لانه كيف ملعب يحضرون هذول؟ لا في واحد طاير. لا في واحد طاير. اي والله قزه. والله اللي طاير كلكم فوتوشوب. كتبتوا فوتوشوب؟ نعم. يب هذا بس اللي كان هنا طاير، اما الباقيين صدق. نعم كتبت فوتوشوب واحد صح؟ هذه احس انها حقيقه. احس انها فوتوشوب. احس انها حقيقه. فكروا فيها انتم، وش مكيف شباك؟ مين يستخدمه؟ تتوقعون فوتوشوب؟ انا حقيقة. ورني فوتوشوب. كتبت فوتوشوب. كتبت فوتوشوب. ابو داحم ما يناظر التفاصيل، يناظر اجاباتنا. ابو داحم ما كتبت، قاعد اتامل. ابغاك تكتب. اتوقع حقيقه. كتب اللي كتبه هو. طيب خلاص لا تغير كيلي. لا تغير. يلا 3 2 1 عندك يا عبد. حقيقه. شوف ور حقيقيه. فوتوشوب. فوتوشوب. حقيقه. حقيقه. والله جمال. كيف حقيقه؟ كيف حقيقه تحت البحر؟ اي ضابه في البحر. تصوير. شوف حتى شعره ستار ضابه في البحر. إيه لا تصوير ولا شيء. حبيبي شوف العمق اللي داخل فيه. والله لو اني لقيتها رئه سمكه. طيب يلا هذه نقطه واحده. عادي نقطه واحده. هل هذه فوتوشوب ولا حقيقيه؟ اوه بدا التركيز اشتغل الحين. اوكي هذه نقطه ولا نقطتين؟ لا واحده صح ولا خلاص كتبت. وين ايش كتبت؟ حقيقه. وانت فوتوشوب؟ وانت حقيقه. فوتوشوب ليه؟ فوتوشوب عشان هنا في لون طالع، في برضو في اشياء غلط. انا تعليقي قل رجل هذا اللي في النص جالس. شوف كيف. طيب بس التغيير الوحيد في الصوره كل اللون. ايوه الوجه. شوف وجه هذا. هذا هو. طب فوتوشوب يعني؟ فوتوشوب. الحمد لله الحمد لله. غير الوجه. خمس نقاط. طب يلا هذه نقطتين يا عيال. يلا نقطتين. هذه نقطتين. لازم نعرف نقطتين. لازم نعرف اذا كانت فوتوشوب ليش فوتوشوب صح؟ لا مو لازم عادي. والله هذه حلوه على نقطه زياده. اللي يجيب فوتوشوب وليه يا عيال؟ اللي يجيب فوتوشوب وليش فوتوشوب له نقطه زياده. اكتب التعليق ولا؟ اذا فيه اكتبه ولا اقول لك اياه؟ لا اكتب 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 على كلمه واحده تبين وشو. الله اكبر تربك التفكير. يو جلسه التامل هذه. ها يلا 5 ثواني يا عيال. 5 4 3 2 1. مين كتب فوتوشوب؟ انت حالك؟ وانت؟ نعم انا كتبت حقيقه لان هذا اكسر.
حقيقية يا عيال. حقيقة! والله ساق عليك. لا والله انا طيب اسمع الحين نعتمد الحين نقطتين هذه نقطتين اوه الحين نعتمد نقطة واحدة بس اللي يكتب التعديل وشو له نقطة زيادة طيب اوكي انا بدل عشان هذا بكتب بس كم نقطة عندي يلا عشان صار زحمة الحين كم النقاط؟ سبعة كيلدي ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة أوه يلا لا لا راح عادي بتنقل أنت ايش تبي يا أخي طيب هذه ما قلتك يا أخوي السلحفاة هذه ايش وضعها؟ ما عمري شفت سلحفات زي الشفرات كأنها سونيك هذه اللي فازت على الأرنب ها خمس ثواني يا عيال خمسة أربعة علمك يا علمك اثنين واحد تربك فك يلا حقيقة شوف سبب عندي سبب ايش؟ ورني ايش كتبت؟ لا ما عندي سبب السبب ما كتبته عشان ما يلا قول له ايش؟ ابسكت لين ما يقوله ورني ايش كاتب؟ لا علي كاتبه حقيقة حقيقة فوتوشوب الظاهر اي خلص طيب انا اقول انه راس حية او ان الرجل طيب حقيقة حقيقة اعوذ بالله هذا الحليوة هل هو حقيقة ام كوالا؟ اللي ما راح يكتب السبب في الورقة ما راح اعتبره احتسب له شيء لو كانت اوكي يلا 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 مين كتب حقيقة يرفع وقته؟ من بعد انا فوتوشوب بس انت الوحيد حقيقه خلاص نزل ورقتك طيب فوتوشوب أنا المخالب انا اقول فوتوشوب اليد معدله وانت ايوه كلكم نقطتين معدلين عندك المخالب نفس لاني قلت شفت صوره الكوالا شوف المخلب يخرب لي هذا مخالب الكسلان ما عرفت ما عرفت كيف هذه كيف يتسلق وهذه اظافره عادي معدله ولا لا خلاص ايه خلص الدفور ذا مين كتب فوتوشوب؟ انا ومين كتب فوتوشوب ثاني؟ لحالك؟ الوحيد؟ لا غلطان يا ابوي حقيقة يدبس والله يدبس 10 نقاط يد قطو كاتب كم نقطة هذه؟ طيب هذه حقيقة ولا فوتوشوب وعليها ثلاث نقاط لا عشان يعدوني عشان يعدوني هذه الأخيرة ترى عليها ثلاث نقاط وانتو خموني يا عيال الشيء ما ابدا طب فليتها واقعد اوفرها بجيبي ها جاهزين؟ نعم وداهم ايه يلا مين كاتب حقيقه؟ السلام عليكم حقيقه وانت؟ شوف فوتوشوب الطياره طياره فوتوشوب والرقم فوتوشوب كمان غير معدل ايزي كيف الطياره تنزل من تحت؟ ما كيف يا عمي وش الساعه اللي 9 11 01 دقيقه لا 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 هذه 2000 و هذه يوم ال 19 حقت الطياره 2011 ايزي حقيقه ايزي والله صداره فوق يلا مين قال حقيقه بس انت انا الوحيد 12 انا تلاحظ انا دققت على التاريخ والاول شيء حلو طيب حلو سكتها الطياره مو واقعيه والله شكل الطيارة مو واقعية اي والله الطيارة مو احد حتى لو كانت واقعية ما في طيارة تمر تحت جسر ولا تحت شيء يا اخوي هذا الحادث اي اي ادري ادري فاهم خلصنا مين الفايز؟ انا مين في ال يا عمري يا شايخ كم نقطة؟ كم نقاط؟ هذه يعني 10 كم؟ لا 10 خمسة 10 يعني هذه 10 خلصنا المقطع الديبان هذا الفايز كي ال دي استنى 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 ما يستاهل ما يستاهل انا الثاني لو سمحت كم؟ ثمانية والله انا خمسة اهم شيء بالواسطة ترى غششة يعني. اللايك عشان يفزت حلو راح نوقف هنا ان شاء الله بدكم الفكرة اذا تبون زي اعطوني بعد افكار اسوي لي لسه زي كذا راح نوقف هنا ان شاء الله تكون الحلقة قناة تطلع هيك مواعيد سلام مع السلامة سي يو ليتر كيتر